السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم بكل خير زي ما عودتكم دائما بحكي عن عطور لطافة وارض الزعفران وبعض البدائل رح احكي اليوم عن خمس اصدارات من لطافة وارض الزعفران وربما اصداف لطافه واصداف جميل جدا اول عطر هو النبل امير من لطافه يعني هو في ثلاث اصدارات من النبل هي اللون البني اللي هو زير وامير وسفير بني والاخضر وهذا الاسود انا اكثر عطر فيهم عجبني اللي هو اللون الاسود آه جميل جدا آه طبعا هذا البوكس من الخارج آه مائل اللون الذهبي وفي عليه نتوءات وشعار الراس الغزال آه طبعا قماش آه فيلفت باللون الاسود مخملي وشعار راس الغزال طبعا هذا كله فيلفت يعني البوكس آه جميل التقديم صراحه جميل متعوب عليه آه نيجي للعطر العطر آه كاب رأس غزال معدني هذا معدن زي ما انتم شايفين لانه احد الاخوة انتقد العطور العربية وقال انه هما ما بقدموا برزنتيشن بشكل جميل او ما بقدموا عطورهم بشكل جميل وغير متعوب عليه لا شوف التقديم جميل جدا هذا معدني والعلبة الغرشي طبعا مكسوة بالقماش الفلفت وهذا شعار راس الغزال طبعا معدني كمان ملصوق على الغرشه واسم العطر شيء جميل جدا العطر كلون ومحاكاة لعطر روساندو ماثيو رقم خمسة روساندو ماثيو فايف عطر روساندو ماثيو فايف يرتكز على رائحة الفلورال على رائحة العنبر بشكل كثيف المسك والفانيلا صراحة يعني عطر جميل جدا عطر جميل جدا وغير مناسب للاجواء الصيف الحاره طبعا يعني ممكن نرتديه في ليالي الصيف في فصل الربيع وفصل فصل الشتاء جميل جدا طبعا اداء العطر قوي وراح تشم لمسه مطاطيه بالعطر طبعا انا ما ما تخيلت انه ممكن رائحه مطاطيه او نوته مطاطيه تدخل في عطر ويكون جميل بهذا الشكل بالنسبه لعطر النوبل امير محاكي لروساندو ماتيو في 90% او اكثر تقريبا وجميل جدا طبعا اداء العطر قوي هو روساندو ماثيو عطر اداؤه قوي والنبل امير برضه اداؤه قوي بنصحكم في اقتناء تجربته حتى انه هو تحفه فنيه بسعر زهيد يعني هذا التقديم والبرزنتيشن هذا بسعر زهيد بنصحكم في تجربته العطر الثاني في هالمجموعة المجموعه هو عطر شيخ الشيوخ فاينل اديشن من شركه لطافه شيخ الشيوخ فاينل اديشن او النسخه النهائيه من لطافة عطر جميل هذه الغرشة من الداخل أو العلبة لون أسود جميلة العطر كلونه محاكاة لعطر واي من إيس لوران نسخة الإي دي بي ربما هو ميكس بين نسخة الإي دي بي ونسخة اللي من من إيف لوران واي جميل جدا يختلف قليلا عن عطر فخر لطافة فخر لطافة يحاكي نسخة الإي أكثر في إيف لوران فرش اكثر واداؤه متوسط هذا اداؤه اقوى يعني بيعطيك ثبات على الجلد ربما خمس الى ست ساعات وفوحان ساعة ونص بشكل جميل جدا الى ساعتين يعني وثبات على الملابس اكثر طبعا طبعا اقل فرش من فخر لطافة وداكن اكثر واداؤه يعني جميل بنصحكم في تجربته العطر الثالث في المجموعة هو عطر اوبلينت ريد من لطافة آه هذه شكل العلبة من الداخل آه باللون الأحمر وهذا البوكس فيلفت آه جميل وهذه معدنية شعار معدني محطوط عليه حرف العين باللغة العربية وموجود هنا شعار العين أو شكل العين أوبلين ترد من لطافة عطر يونيسكس جميل آه رحت غريب شوي آه بيشبه عطر آه احد اصدارات ارماني برايف هو روج مالشيت من ارماني برايف كوليكشن مجموعة خاصة لجورجو ارماني واداؤه جميل طبعا عطر جورجو ارماني الروج مال سعره يتجاوز ال 200 الى 250 دولار وهذا يعني سعره زهيد لا يتجاوز ال 15 دولار وبنفع يونيسكس بعيدا عن اللمسة الصناعية فهو جميل العطر الرابع في هذه المجموعة هو عطر قمة من لطافة للنساء هذا البوكس من الخارج طبعا ايضا عليه القماش ال... الفلفت آ... بهذا الشكل وهذا العبوه من الداخل عطر قمه للنساء من لطافه آ... ذهبي مع لون جرين فاتح آ... جميل العطر كلونه محاكاه لعطر جود جيرل آ... الاصدار الاولاني يعني. الاصدار العادي جود جيرل كارلين هريرا جميل جدا بس انا بفضل أنا بفضل عطر بنت حوران عليه اللي هو من أرض الزعفران، لكن هذا كمان جميل وادائه كويس، طبعًا الصبايا سألوني عنه كثير، أنا برشح بنت حوران أكثر من هذا، لكن هذا الثاني جميل، لكن أكثر شوي من عطر بنت حوران. العطر الخامس والأخير في هذه المجموعة هو عطر أميرة العرب من شركة أصداف. أصداف أحد خطوط إنتاج شركة لطافة، شايفين كيف البوكس من الخارج، طبعًا هو فيلفت كمان. باللون الخمري ومكتوب هون أميرة العرب وهذا القرشة أو الزجاجة من الداخل فيلفت لون خمري وعليه معدن بهذا الشكل طبعا يا رب يكون واضح مكتوب أميرة العرب لأنه على الكاميرا مش حيكون واضح كثير ومكتوب هون برنسز اوف اريبيا العطر جميل وتقديم العطر جميل بنصح فيه للصبايا مناسب لكل الفصول العطر كلون حكى العطر جود جيرل فيلفت اللون الاحمر من كارلين هاريرا في تلامس في الرائحه مع عطر ثريا من لطافه سبق وحكيت عنه لكن ثريا فريش اكثر من هذا العطر وبنصحكم يا صبايا تجربوه ويعطيكم الف عافيه